النجمة المصرية منى فضالي، أهلا وسهلا فيكي على تلفزيون عمان. ربنا يخليك يا رب. ميرسي منى فضالي. أنت جريئة لأنه أنت هيك، ولا صارت موضة تكون الفنانة جريئة وتصير تصريحات إعلامية؟ لا، هون بطبعي جريئة يعني من صغري. في ناس تقعد تقولي منى أنت بكحة شوية. يعني أحب أطلب الحاجة مرة واحدة، ما بتكسف شي، بتحرك في حاجات معينة يعني لو حاجة برايفت. يعني ليه اخترتي تيجي على سوريا؟ شو اللي جابك لعنا؟ هاتي لنشوف. هاتي لنشوف. رح أقول لك، أنا كلمني أستاذ فادي سليم لأنه بيعمل عمل سوري في واحدة مصرية. أول ما كلمني أنا افتكرت بالأول أنه هعمله سوري، وقال لي لا، هتعملي مصري. أنت فيكي كنتي تعملي سوري؟ آه طبعاً. احنا يعني انا نفسي اعمل لهجه سوريه، لان احنا بالاصل شوام، جدتي شاميه من صالحيه، وحبيت ان انا اعمل لهجه جديده عليا انا ما عملتهاش عمري. صدمني المصري، قلت له خلاص، قال لي اللي جاي بقى ان شاء الله. قلت له اوكي. انبسطت بالشخصيه، انبسطت ان انا اول مصريه هتعمل تشتغل في سوريا، ويمكن بالعاده انه سوريا بتشتغل في مصر، كل المصريين السوريين اشتغلوا في مصر، فاعتقد انه الجديد انه انا باقي اشتغل بمسلسل. بالضبط. فحبيت الفكره وحبيت القصه وحبيت الكاست اللي معانا كمان كبير ومهم، وعلى راسهم استاذ غسان مسعود طبعا. من افضالي، شو بتردي على اللي بيقول انه فقدتي نجومتك بمصر؟ انا مش عارفه اقول لهم ايه. اقول لهم اطوب غيظكم يعني. انا بالعكس، الفنان عمره بيفقد نجوميته ابدا، حتى لو كبر. طول ما انت بتشتغل يبقى انت ما فقدتش نجوميتك ابدا. طول ما انت بتتكلم عليا، طول ما انت بتقعد تعمل معايا لقاءاتي، يبقى انا ما فقدتش نجوميتي. فدايما الكلام بيكون عكس الافعال. انا بهتمش دايما قوي باللي بيقعدوا يتكلموا كتير ده. بالعكس، هما لما بييجوا يقولوا كده هما بيكلموا عني، هما بيفكروا الناس بيا. فاهمني ازاي؟ لكن كون انا اتنسي تماما، محدش يكلمني، محدش يتصل بيا، محدش شغلني، هنا اقول لك انا فقدت النجومية. شو رايك بتجربه الفنانين السوريين بمصر؟ تجربه مهمه جدا. في نجوم كتير اشتغلوا في مصر نجحوا جدا، جمانة مراد، سوزان نجم الدين، معتز النهار. اخذوا مكانكم؟ لا 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 خالص، بالعكس. على فكره كل واحد ليه طعم. احنا دايما بنقول كده، ولكن مثلا بتبقى ساعات غلطات انك مثلا تجيب حد مثلا لبنانيه تعمل دور من حاره شعبيه. دي صعب. ليه؟ لانه صعب تجيب اللكنه المظبوط. ليه؟ لانه غصب عنها، غصب عنها هي شكلها حلو مرتبه، صعب انك توحشها قوي. صعب انها تقول الكلام من اللي هو يعني من الارض. احنا الكلام عندنا بيبقى ساعات صعب شويه، اللي هي الحاجات اللي هي زي شغل محمد رمضان والحاجات. صعب انك تجيب حد مش مصري يعمله. كانوا شايفه دوره مستفزك من افضالي لحد لبناني؟ لا، ما فيش خالص، بالعكس. يمكن انا السنه دي بس بتفرج على مسلسلات، انا عشان بعشق المسلسلات التركيه، بعشقها يعني. كل مسلسلات تركيا تقريبا اتفرجت عليها. تمام. يعني لسه مستنيه الجزء يخلص، انا قاعده بصور هنا مش عارفه اتفرج على المسلسل. حبيتي عروس بيروت؟ عروس بيروت من احلى المسلسلات. اولا حببوني في الحب قوي. يعني ظافر وكارمن عاملين حاله غير طبيعيه. باي ذا واي، اجو تراد صاحبي جدا، جاد ابو علي، تمام، ظافر عابدين، ظافر بعرفه بس مش صديق، ولكن محمد احمد صديق. انا بحبه جدا، استفزني جدا، كل شويه اتصل ازعق معاه اقول له انت مستفز، انت مريض نفسي. جو كل شويه ينرفزني، ابعته اقول له عايزه اضربك. انا مستفز جدا. سربوا لك احداث ولا لا؟ لا والله، كل لما اجي اساله كده في الخباثه اقول له طب قول لي ايه اللي هيحصل، طب ايه اللي، يقول لي بس شوفي الحلقه، بس شوفي الحلقه. جننوني. تمام. صراحة كانوا كلهم حلوين وكلهم في أدوارهم حلوة قوي. حبيت المسلسل، حبيت الممثلين، حبيت المخرج والقصة، قصة أكتر من رائعة. تمام. هلا يعني بما أنه قلتي على المخرج، كان المخرج تركي وهن عرب، وهلا فادي سليم سوري وأنت مصرية. في صعوبة بالتواصل أنت وفادي؟ خالص.
انا استاذ فادي اصدقاء جدا. جاوبينا سوري مشان يسمع الاستاذ فادي. لا انا الاستاذ فادي رفقه اصدقاء حلوين وانا بحبه كثير. لا والله انا استاذ فادي من الناس اللي انا بكنلها بكل احترام. قبل اي عمل يعني احنا اصدقاء حقيقي، وانا بحترمه، انا بعتبره مخرج مختلف ليه رؤيه مختلفه تماما. بحب الممثل، بحب كل الناس، ما عندوش تفرقة في أي حد، ولكن تقدر تقول أنه واخد واي لوحده الحاجات السسبنس، التشويق، الأكشنز، الحاجات دي. هو أعتقد أنه ما فيش مخرج هنا بسوريا واخد السكة دي، وأنا بصراحة بحيي عليها حقيقي. من أفضالي أنت بتصير الجدل على إنستغرام، صورك شريقة هيك بيقولوا. عارفه. ما بتخافي؟ انت في مجتمع محافظ. والله ما بحسبهاش كده، عارفه انا بتعامل بتلقائيتي يعني. والله صدقني انا نفسي الناس تبقى فاهمه ده كويس. انا ما ببقاش قصده ان انا انزل حاجه عشان تعمل بروي. بالعكس، انا بتصور على حسب المكان. انت جيت النهارده لقيتني بتصور لوحدي، صح؟ انا بحب التصوير غصب عني، انا مريضه صور، مريضه فوتوغرافيا. في اماكن ببقى عايز اصور فيها، لو عليا عايز اخد المكان ده وانا ماشي حقيقي. يبقى فيه ذكرى، مكان حلو بتصور فيه، انزل فيه كلمه حلوه، اوقات بنزل كلمات او جمل ما تبقاش ليها يعني مش ريليتد بيا، ولكن الجمله عجبتني فبكتبها. في ناس تاخدها تعملها ترند، في ناس تقول لك منها بتعمل شو، في منها بتعمل حاجه عشان الناس تتكلم عليها. فما ببقاش عارفه بقى بصراحه، فبطنش. طيب شو بتردي على اللي بينتقدوكي وبيجرحوا فيكي على الانستغرام بالذات؟ والله في ناس برد عليها بكلمهم عادي، بخش لهم على الدايركت واحكيهم، وفي ناس بتعتذر، وفي ناس بيبقوا اصدقاء بيبقوا فانز عندي، وفي ناس بيكونوا بيعتمدوا شويه بعملهم بلوك. لأنا بعمل الستيب الأولانية من عندي. بعد كده ما بلاقيهم مش تمام خلاص، أنا أصلي بكبر دماغي. بص أنت النهاردة ممكن تكون بتحب أكلة معينة، بس مش كل الناس تحبها عادي. بس أنا ضد النهاردة أن واحد يكون ما بيحبش حد وبيتابعه. طب بتتابعني ليه؟ عشان تخش تغلط؟ ده كونسبت غريب أنا مش لاقيه له معنى غير أنك مريض نفسي. يعني أنا مش كل الناس بتابعها. انا تقريبا كل الانستغرام عندي في بعض الفنانين اصدقائي اللي انا بتابعهم فقط، ولكن اغلبها كلها بيوت ازياء، كلها بيوت عالميه، كلها ميك ابس، شغلي شوف الموضه انا اتابع ده. لكن عمري ما تلاقيني بتابع واحد وانا ما بحبوش واكتب له كلمه مش حلوه. طب ليه؟ ما انا مش كل الناس بتعجبني بس مش بتابعها. شو اكتر شيء هيك استفزك من الكومنت؟ علم فيكي كم من افضالي؟ والله دي كانت مش لطيفه بقى، دي اللي زعلتني فعلا، وقالوا ان انا مت. انا كنت في الساحل وقتها. قال لك منى عملت حادثه وماتت، وماتت موته بشعه. في ناس كلموني انا ووالدتي واحنا في الساحل، واتصلوا يعزوها حرام. بس الموضوع قلب معانا في كوميدي. قالت له مين اللي ماتت؟ قال لها منى ماتت عملت حادثه في الساحل. قالت له منى قدامي كان مت. قلت لهم البقاء لله. دي يعني ما فيش كده، يعني بتموتوني وانا عايشه مش طبيعي ابدا. يعني ماشي يقول منا عملت ايه، بس ليه تفولوا موت؟ ليه مثلا نقول على حد انه هو اخلاقه مش كويسه؟ ليه بتتبلوا على الناس؟ ليه اصلا الصحافه بتكتب حاجه ما بتبقاش حقيقيه؟ ليه احنا ما نبقاش نسال حتى قبل ما يعني نتاكد من الخبر قبل ما نكتبه؟ منع عن التجريح بقيه الناس. انت النهارده لما بتيجي تكتب جمله، انت عارف كم حد بيقراها؟ ما ممكن الشخص ده يكون عنده عائلات، عنده بنت، عنده ابن، عنده زوجة، عنده ام. يرى ليه كلمة مش حلوة جرحة، فاهم؟ فليه بنجرح في الناس؟ ليه؟ خلاص انا مش عاجبني فلان ما بكلموش. تماما. في ناس بلاقيهم اتحجبي اقعدي في البيت، اقول له طيب حاضر. الشهر الجاي. طب ايه الجملة دي؟ ارد اقول لك ايه؟ طيب وبعدين انا برد على الناس على الكومنت، يعني برد عليهم بنفسي، مخصصه وقت للجمهور، بكلمهم برد عليهم واشوف ايه اللي ممكن يعجبهم وايه اللي مش عاجبهم فيا واعمله. لكن في ناس فعلا مستفزه، في ناس تتدخل في حياه الشخص،
بكل جراءه، ودي انا بعتبره انه حاجه مش لطيفه ابدا. بدايقك انه النجم جمال سليمان اخذ حصه من السوق المصريه؟ ده قمر انا بموت فيه. بص انا عامله انا استاذ جمال مسلسل اسمه افراح ابن السيد. هيك عم اقول لك احنا في بيننا كيمياء غير طبيعيه. احنا عملنا مسلسل اسمه لحظات حرجه زمان مع استاذ احمد صالح المخرج. مسلسل ده صعيدي، هو احسن حد يعمل صعيدي سوري حقيقي، هايل اكتر من رائع، هادي قوي، رازين جدا. وبعدين احنا في بيننا كيمياء في الشغل متعه وانا شغاله معاه حقيقي. احنا طالعه مراته الجزء ده واخد حصه وخد مكانه ويستحقها حقيقي. بتقولي على الانترنت انه انا اذا متت ما حدا يحضر العزة تبعي. اي طبعا. ما عندك محبين؟ مش محبين، انت عندك دلوقتي الناس اللي هم عندهم البوكر فيس دول بقوا كتير قوي. انت النهارده دي قاعده انا بشوفها لاني عشتها كتير، شفتها في الوسط. انه انت النهارده مثلا انا ممثله، لو كانت امي ممثله او كان جوزي ممثل، لو انا تعبت او عيت او فعلا مت هيروحوا يحضروا وهيروحوا يزوروا وهيكلموا. لكن انا مثلا ما عنديش حد مش هيجولي مش هيحضروا، لان عملوا كده مع فنانين كبار. مثل مين؟ لا ناس كتير، ده ناس كتير، ده في ممثلين. فاتن حمامه صلى جنازه معتبره. فاتن حمامه انت بتتكلم في تاريخ اي حد من الجيل القديم معلش. لكن تعالى اتفرج على بتوع دلوقتي، في ناس ماتت قريب محدش راح لها. ما غرتي من جنازه حاتم علي؟ ما تمنيتي هيك يصير لك؟ يا حبيب قلبي قطع قلبنا كلنا. يعني انا اليوم ده بس اشعر انا بحبه جدا، بحبه جدا على المستوى الشخصي، هو جميل وحد محترم وانا بحبه، استفدت منه كتير. ملك فاروق كلنا نتمنى ناخد نفس الجنازه بتاعت استاذ حاتم. العالم كله بيحب. الله يرحمه يا رب. اكيد عندك اصدقاء فنانين سوريين كتير طبعاً. بمصر ما بيعز عليك انه ما بقى فيهم يجوا على سوريا؟ ما بتخافي تمري انت بنفس التجربه لا سمح الله انه يبعدوك عن مصر؟ لا لا صعب. بص انت لما بتاخد قرار انك تبعد انت اللي بتاخد القرار، او شغلك محتم عليه انك تكون في المنطقه دي خلاص. هم وقتها كانوا بيشتغلوا في مصر، الشغل في مصر كان كتير ما شاء الله، فلازم يتواجب عليهم ان هم يبقوا موجودين في مصر. لكن لو طلبوا في سوريا هيجوا، في ناس كتير كده. انا السنه دي كان جاي لي عمل في دبي بنفس توقيت مسلسل مقابله مع الساده ده، لاني ملتزمه مع استاذ فادي اعتذرت. ومسلسل تقيل مش قليل يعني. وقال لي كنت روحي، قلت له ما ينفعش مش انا ملتزمه معك. ملتزمه ما اقدرش انا ما دام ملتزمه ما بفضلش حاجه على حاجه. انا بالنسبه لي الاتفاق وان طلع مني كلمه اوكي او حاضر خلاص انا قد كلمتي.